مرحبا، شلونكم؟ اخباركم؟ اليوم حبيت اسوي هذا الفيديو باللغه العربيه. انا دائما بقناتي اسوي الفيديو باللغه التركيه، بس انا اصلي عراقي من كركوك وتركماني واعرف عربي، بس صراحه عربيتي شويه مخربط، يعني مرات اخربط ما بين مؤنث مذكر. بس حبيت راح اسوي الفيديو باللغه العربيه، ويمكن من اوقات راح اسوي فيديوهات باللغه العربيه وباللغه التركيه، ماكو فرق. اليوم جينا على منطقة اسمها فلوريا، من أحد مناطق الراقية باسطنبول صراحة، يعني كلها فيلل وبيوت راقية، وحتى لو عمارات طوابق مالتها أكثر شيء 3 طوابق، لأن قريب على الساحل على مود هذا ما يخلون يبنون طوابق عالية. بس الحلو بيها منطقة راقية جدا ومناطق خضراء واسعة جدا، يعني تقريبا غابات وحدائق، وكل بيت أصلا هو عنده حديقة، يعني هي عنده حديقة، كل بيت عنده حديقة خاصة إلها. فهسه راح بهذا الفيديو راح اشوفكم منطقة فلوريا، وراح اشوفكم البيوت اللي بيها، وراح اشوفكم ساحل فلوريا همينه صراحة يخبل، يعني ساحل فلوريا على بحر مرمرة جو خرافي جدا، راح تعيشون ويانا هذه اللحظة اكيد. ان شاء الله تستمتعون بهذا الفيديو. شوفوا الغابة، تعال مروان. يعني الصدق هذا المنطقة راحة نفسية، بس استمتعوا. شوف هذول شباب وبنات هنا جاي يلعبون رياضة. شوف ايش قد حلو، شوف الاشجار، شوف عدد الاشجار اللي زارعين هنا، يعني هذا المنطقة، هذا الغابة اسمها أتاتورك أورمانلاري، قريب على محطة متروبوس فلوريا، تنزل وتمشي تقريبا 10 دقائق وتوصل بيها. خلينا نتمشى مروان، والله احنا همنا يحتاج لنا رياضة بهذا الجسم. شباب بنات راح اسألكم من عندكم فد سؤال، شنو هذا الاشجار اسمها باللغة العربية؟ بالتركي يقولون عليها تشاماج. شوف هذا هو اللي يوقع من عندها، بس شنو هذا اسمها باللغة العربية؟ والله انا نسيت صراحة، مو نسيت اصلا، ما اعرف يعني شنو هذا اسمها باللغة العربية. شوف بكل قاع موجود من هذا، شوف شوف هذا، اعتقد بالعراق من كنا نروح للسفرة بمدينة شو اسمه، بمدن الشمالية شمال العراق، كنت اشوف من هذه الاشجار بس نسيت اسمها. إذا تعرفون اسم هذا الشجرة اكتب لي بالتعليقات بالعربي، شنو اسم هذا الشجرة اكتبوا لي بالتعليقات وأنا راح أشوف. يعني شوف اليوم يوم الأحد وعالم عطلة بالبيت، شوف الأشجار وشوف المناطق، عالم طالعين وجاي يفترون، يمكن يتغذون، يمكن يتشرزون، جايبين حب الشمس وياهم ياكلون. بس شوف النظافة بالشوارع، شوف النظافة بالغابة، كل مكان مخلين مثل هذا. تذب زبالتك هنا مروان صورها، يعني قصدي هذا، شوف عالم وين عايش، شوف شوف الاشجار، يعني حتى واحد اذا عنده مشكله يجي هنا والله يعني يروح المشكله من باله، صحيح لو لا؟ يعني حلو، بس 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 شوف هذا الطريق، يعني هسه شوف هذا الطريق وانت فكر نفسك جاي تمشي بهذا الطريق، وشوف الاشجار ومركز مدينه، يعني احنا ما طالعين مثلا فد ساعه ساعتين خارج اسطنبول، احنا باسطنبول، احنا بمركز مدينه، وشوف هذا الجمال. شوف هذا القاع مخلين مخصصين فقط اللي يركضون، بس قاع عبالك اسفنج، يعني هي تمشي عليها عبالك تحس نفسك جاي تمشي فوق الاسفنج، والله العظيم جو خرافي جدا.
شوف هذا البزونة وين واقف، شوف هذا البزونة وين واقف، خلي خلي نروح يمه، تعال تعال خلي نروح شوف هذا البزونة يعيش يعيش جو رومانسي، جاي هنا ويعيش جو رومانسي، بس إن شاء الله ما يخاف من عدنا ويروح. شوف شوف وين صاعد، شوف. مرحبا، شلونك يا أبا أبو القطة؟ بزونة شلونك؟ أخبارك؟ شوف وين واقف، شوف شوف وين واقف، ولا يباوع علي، يعيش اللحظات. تعال نفتر من قدامه. شلونك؟ شوف 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 ايش قد حلوة. وهسه يضرب لي يتعصب. ميو. حتى بزونة مالتهم مدى يخافون من الناس. احنا بالعراق بزونة بس من يشوفنا كوبل يطفر، لانه يعرف احنا مباشرة نشيل حجر ونضرب عليها. بس شوف البزونة مدى يخاف. هذا البارك متروس بزونة، شوف هذا، شوف هذا شقد حلوة لك. شوف شلون قاعدة وما يخاف. ما شاء الله. وشوف هذا الكلب هسه جاي نمشي من يمه، ولا يتحرش بينا ولا احنا نتحرش بيها، بس يا الله والله يمكن يتحرش. والله يخوف. قصدي هذا يعني عالم يمشي من يمه وهو نايم او هي نايم، واحد ما عنده علاقة، والطيور واشجار، وعالم يتونس. صحيح هسه الاوضاع الاقتصاد بالتركيا صراحة شوية خربانة، بس يعني شوف الوهس، شوف عالم قاعد بالحديقة، شوف الجو، شوف الاشجار، شوف الوهس هنا، شوف الذوق. يعني واحد يجي يمشي هنا والله ينسى مشكلته همينه. لو يا ريت فد يوم بالعراق يسوون مثل هيك حديقه، والله يوم واحد ما يبقى. احنا كشعب مباشره نجيب هنا، نوقف سيارتنا نسوي كباب تكه، نجيب النرجيله، وبعدين ما نشيل الوسخ مالتنا، نبقيها ونروح. اه شوف عالم قاعد، وين الوسخ؟ بس خلي بس شوفني، بس شوفني وين الوسخ. كل واحد جايب غراضه ويلم غراضه ويروح.